ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ ريان. How are you? I hope that you are in a good health. I send you this video as a kind of help for you how to memorize Surah An-Najat in a perfect way. So right now I want you to focus with me so much. Okay? Inshallah, right now we will focus on Surah An-Najat memorization with the read rules. Bismillahirrahmanirrahim. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم. محمد رسول الله.